لأنه حتى الآن العلم الحديث لا يعترف بموضوع علم الغيب. نقول نحن كعلم حديث. نعم. العلم الحديث قائم على التجربة. نعم. والعلم الحديث ينكر شيء مهم جدا وهو الروح. ينكر الروح. نعم. بما أنه أنكر الروح معنى ذلك لن يصل إلى تأويل الأحلام والرؤى. لأن هذه الأحلام والرؤى تقع ضمن علم حسب اجتهادي طبعا الشخصي. علم الغيب وعلم الروح. نعم. وبالتالي فإن يعني يمكن أن أعطيك تشبيه لعلم الأحلام. كيف يقع الحلم بغض النظر أنه وقع في الماضي أو في المستقبل؟ جميل. كيف الإنسان أن يرى شيء معين مثلا ثم يقع بعد مثلا 40 سنة؟ يعني مثل حلم سيدنا يوسف، وأنت ما شاء الله يعني فضلت ما شاء الله عليك دكتور، علم في 400 حلقة ما شاء الله ما شاء الله. فدعني أحلل، وهذا اجتهاد شخصي على فكرة، أنا أول مرة أتكلم به يعني. بالضبط. فأنا إذا أردت أن أتحدث بشكل علمي ومنطقي سأقول ما يلي. سيدنا يوسف عندما رأى حدثا سوف يتحقق بعد 40 عاما مثلا، طبعا هناك خلاف يعني في المدة، ولكن لنقول بعد سنوات، ما الذي حدث؟ كيف رأى هذا الشيء، رأى الكواكب ورأى هذه الرموز لشيء سوف يتحقق؟ هذا واحد. الشيء الثاني، الملك أيضا رأى رؤيا مدتها 15 سنة، 7+7+1. تمام؟ نعم. ما الذي يحدث في الدماغ وما الذي يحدث علميا؟ هناك شيء اسمه الروح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. وكلمة الروح في القرآن تأتي دائما بمعنى الأمر الإلهي. يعني مثلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ينزل الملائكة بالروح من أمره، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طيب ما علاقة الروح بالأحلام؟ الروح أنا سميتها ذات مرة هي نظام تشغيل عالمي للبشر والأحياء. نظام تشغيل عالمي، يعني أنا مثلا عندما أقول إن الله نفخ في سيدنا آدم من روحه، فهذا يعني أن علم الله موجود في هذه الروح وأمر الله موجود، وهي التي تشغل خلايا الجسم والقلب والدماغ. وهذه التكنولوجيا المتطورة والهائلة في الإنسان، دماغه فيه 100 مليار خلية دماغ، كيف تشتغل كلها؟ يعني هذه أسئلة العلماء الآن عاجزون عنها تماما، ولكن القرآن أعطانا مفاتيح. فنحن إذا اقتنعنا أن هناك شيء اسمه الروح، هذه الروح هي نظام التشغيل، فيها كل المعادلات الرقمية وفيها الأحداث التي ستقع أيضا في المستقبل أو في الماضي. سأقول كيف. العلماء اليوم يستطيعون التنبؤ بكسوف الشمس. ما الذي حدث في الماضي؟ كان هذا ضربا من ضروب الغيب، علم الغيب لا يعلمه إلا الله. الله تعالى سمح للعباد أو للبشر أن يصلوا إلى مجموعة من المعادلات الرقمية تتعلق بحجم الأرض وحجم الشمس وحجم القمر وسرعة كل منهما والمسافة بينهم والسرعة المدارية وغير ذلك من معادلات، مجموعة معادلات معقدة يستطيعون من خلالها أن يقول لك في يوم كذا الساعة كذا سيحدث كسوف كلي، سيكون في منطقة كذا، في منطقة كذا سيكون كسوف جزئي بنسبة 50%، في منطقة كذا بنسبة. طيب ما الذي حدث؟ هي معادلات رقمية. هذه المعادلات الرقمية تقوم بها الروح، روح الإنسان. فعندما ينام الإنسان ما الذي يحدث؟ الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن النفس تغادر، ما الذي يبقى في الإنسان؟
تبقى الروح موجودة لا تغادر إلا في لحظة الموت. هذه الروح لديها حسابات الله، لأن الله سماها أمر الله. أمر الله ما معنى أمر الله؟ قضاء. أمر الله يعني قضاء وعلم، فيه علم وفيه علم الغيب أيضا. هذه الروح تستطيع بأمر الله تعالى وبحكمة من الله ولحكمة يعلمها الله أن تقوم بحسابات معينة، فتعرف أنه بعد 20 سنة سيصبح مثلا سيدنا يوسف ملكا لمصر، فتقوم هذه الروح بحساب هذه المعادلات ونوع من الانعكاس في الدماغ، تحدث انعكاسات في الدماغ في خلايا الدماغ، ولكن بما أن الدماغ لا يستطيع أن يتخيل ويتصور ويقوم بهذه الحسابات، تستخدم الروح لغة الرموز، فتعطيه رمز معين، يعني مثلا 11 كوكب هم الإخوة، ولكن وضعت الرقم 11 هنا أشار إلى عدد الإخوة، الشمس والقمر أشار إلى الأب والأم. هنا هذا العلم لا يمكن أن يصل له العلماء مهما حاولوا، لأنه علم يتعلق بأمر الله تعالى. سأقول لك خاطرة بسيطة، كيف يأتيني هذا العلم الإعجاز العلمي؟ أنا أقول لك لا أبذل أي جهد على فكرة. الله أكبر. قبل يومين كنت أتأمل في سورة يوسف، أول مرة ورد اسم يوسف أين في سورة يوسف؟ إذ قال أيوة. يوسف لأبي، صح؟ أيوة. واسم يوسف كم مرة تكرر في سورة يوسف؟ حوالي 7 مرات. 25 ما شاء الله. 25 بالضبط. جميل. الآن أنا وضعت هذه الآية وكنت قبيل الصبح أتأمل، فقلت في نفسي، قلت يوسف يقول 11 كوكبا. طيب 11 كوكبا، هل يمكن أن يكون عدد حروفها 11؟ أنا أتساءل هكذا يعني بيني وبين نفسي. بعد هذه العبارة 1 3 10 3 6 كوكبا 11. إذن عبارة 11 كوكبا ركبها الله من 11 حرف. الله أكبر. حلو. طيب أنا قلت لا، هذه مصادفة غير معقول، يعني أنه تتوقع شيء ووقته. سبحان الله. الله أكبر. أوكي. طيب العبارة الأولى التي قبلها التي ذكر فيها اسم يوسف، هل يمكن أن تكون عدد حروفها 25 حرفا؟ أنا أتساءل هكذا والله، يعني لا 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 أتصنع، يعني أنا أتساءل أنه عبارة إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت، هذه العبارة هل يمكن أن يكون عدد حروفها 25 حرفا بعدد مرات ذكر اسم يوسف في سورة يوسف وهي أول مرة يذكر فيها يوسف؟ إذ 2 قال 3 5 يوسف 4 9 تمام، لي أبيه 14 يا أبتي، طبعا الياء ليس عليها ألف، لو كتبت بالألف لاختل هذا النظام على فكرة. يا الله. القرآن مكتوب يا أبتي 3 أحرف فقط، ما فيش ألف. نعم. يا أبتي إني 3 21 إني واضح الصوت. عندي أنا واضح الصوت. دكتور صوت راح. أستاذ منال. صوتك واضح. 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 أنا واضح. إذن إني 21 حرفا. الآن رأيت 25 حرف. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 25 حرف. 11 كوكبا 11 حرف. طيب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قلت هل يعقل أن تكون هذه أيضا 25 حرف؟ عددتها وإذا هي 25 حرف. الله أكبر. يعني أنا عندي 11 كوكبا هنا 11 حرف، وقبلها 25 وبعدها 25. عجيب. قلت طيب نحن نعلم أن الشمس والقمر هي دليل على الأشهر، عدد الأشهر يعني.
سأعد حروف الشمس والقمر، عدد تعد معي، والشمس ستة والقمر 12 بعدد أشهر السنة. إذن عبارة لا إلا الله. والقمر 12 حرفا بعدد شهور السنة. طيب، رأيتهم لي ساجدين، قلت يجب أن يكون فيها شيء. فعندما عددت حروف رأيتهم، رأيتهم ستة، لي اثنان ثمانية صح؟ ساجدين، كلمة ساجدين كتبت من دون ألف، لاحظة سا ما فيش ألف، جي دين 13 حرف. طيب قلت لماذا 13؟ ثم رجعت للآية، الذين سجدوا ليوسف كم عددهم؟ 11 مع الأب والأم 13. يا الله 13. رأيتهم لي ساجدين 13 حرف. يعني هذا الأمر، هذه المعجزة، أنا أقول لك خلال 3 دقائق اكتشفتها من القرآن بإلهام من الله. فقلت والله والله، يعني هذا الكتاب العظيم فيه من العجائب وفيه من الخير وفيه من الإثباتات العلمية ما يعجز الدماغ البشري عن استيعابه حتى.